يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. في الفقره دي احنا هنتكلم في موضوع مش مجرد موضوع مهم، ده موضوع خطير بل وفي منتهى الخطوره كمان. طبعا اكيد من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب اي بني ادم مننا الامراض اللي بتصيب المخ، بيبقى لها انعكاسات غير طيبه بالمره على الشخص ده جسمانيا وعقليا ونفسيا، ليها انعكاسات فعلا يعني مؤسفه جدا. بقينا كمان مؤخرا في الفتره الاخيره يعني بقينا بنسمع عن حتى شباب صغير في السن يقول لك فلان ده جات له جلطه في المخ. ازاي؟ هل جلطات المخ ما بقتش مرتبطه بفئه عمريه معينه؟ ده سؤال. اصلا بتيجي ليه ونتيجه ايه؟ ده سؤال. نعمل ايه عشان نتقي شرها؟ ده سؤال. وغيرها من الاسئله هنطرحها على ضيفتي اللي منوراني في حلقتنا النهارده، الدكتوره رانيا السيد، وهي استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وعضو هيئه التدريس في القصر العيني جامعه القاهره. يا مساء الخيرات على حضرتك واهلا بيكي. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش سامحيني في السؤال بدايه كده، لان انا واحد من الناس فاهم طول عمري ان العلاج الطبيعي ده وضع وامراض المخ والاعصاب بتبقى وضع تاني، لكن حتى في التايتل بتاع حضرتك في دمج ما بين الاثنين. تمام. هو القصه ان احنا الحمد لله في تطور طبي كبير دلوقتي في العلاج الطبيعي. انا عملت ماجستير ودكتوراه، كان تخصصي احنا العلاج الطبيعي بقت اقسام كتير، بقى من ضمنها قسم المخ والاعصاب، في قسم العظام، في قسم للبطنه وتاهيل القلب بعد عمليات القلب المفتوح كمان. يعني احنا العلاج الطبيعي بقى تخصصاته كتير جدا. في مجال الجروح والاوعيه الدمويه والقولون يعني السكري، يعني مش مقتصر على مشاكل العظام او صعوبة الحركة. لا، ده بقى الفكر القديم اللي احنا يعني انا هدف من اهداف البرامج اللي بطلعها دي، انا بقول علم نافع ينتفع بيه، ان احنا نبلغ الناس ونوصل للناس رسالة انه بقى فيه تقدم. يعني زمان مثلا كان حد يتشل جاله جلطة خلاص اتشل اقعد في البيت. طبعا. دلوقتي لا، احنا هنشوف فيديوهات الناس ماشية وبتستخدم ايديها واللي عندهم مشاكل في البلد. كويس ان في ثورة في هذا الاطار. طبعا حاجة مهمة، هي لان في ناس هي ثورة حقيقي في الطب كله بصراحة. طبعا. يعني احنا يعني احنا في مصر، يعني مش عشان انا بحب مصر طبعا، بس حقيقي احنا الاطباء بجد مميزين في بلدنا، وبنحس بده كل ما بنسافر بره. يعني طبعا انا عايز اقول لحضرتك بهذا الصدد انا تعاملت مع اطباء مصريين على درجه مذهله من الكفاءه في بلاد مختلفة، يعني وعايز اقول لك دايما كل واحد فيهم على حدة بيكون محور حديث على الاقل المستشفى اللي هو شغال فيها. أيوة. منطلق تميزه وتفرده. الحمد لله، يعني الحمد لله احنا عندنا الدكاترة. يعني انا سافرت السعودية وسافرت سويسرا لعلاج حالة من الحالات، حد برضو يعني وصاني انه اعالج حد. سافرت بلاد كتيرة جدا. جميل. هم مقتنعين كل الناس ان احنا الحمد لله مميزين. دكتور مجدي يعقوب برضو طبعا. يعني اختارني لعلاج حالة من الحالات كانت معقدة جدا، برضو كانت عندها مشاكل في المخ وأدت لشلل، بس كان في الأربع أطراف. والحمد لله قدرنا، يعني هو دكتور مجدي ساعتها كان عايز يوصل مسج، لا هم كانوا عايزين يعالجوها بره، قال لا اللي هيعالجها دكتور أو دكتورة مصرية، علشان هو عايز يوري الناس قد ايه الدكاتره عندنا في مصر متميزين. هو ياما ورى الناس الحقيقه، احنا بنتكلم على ايقونه طبيه طبعًا. عالميه. طيب خلينا برضو نرجع للموضوع الاصلي، فكره الجلطات بتحصل نتيجه ايه، وايه اللي نقدر نعمله عشان نحاول نتقي شرها؟ طبعا بص، جلطات المخ دي المشكله انا بقيت فعلا بشوفها حتى في السن الصغير، يعني كان زمان بنشوفها اكتر في السن الكبير. صحيح. لا دلوقتي يعني بيجي لي شباب عندهم جلطات. طبعا ارتفاع ضغط الدم من غير ما الناس واخدين بالهم. طبعا الاكل الفاست فود على فكره بيزود الكوليسترول وبيعمل ديسليبيديميا، اللي هو مستوى الدهون يبقى عالي في الدم، فده بيسد الاوعيه الدمويه او بيعمل فيها تصلب شرايين، وده كان سبب من الاسباب. ناس في ناس بيبقى ساعات عندها امراض في الدم، اللزوجه بتاعه الدم عاليه. ممكن طبعا مشاكل نزيف المخ، الحوادث، مرض الام اس اللي هو التصلب المتناثر برضو ممكن يعمل شلل نصفي. هو دايما في اقتران كده وارتباط بين جلطات المخ وبين الشلل، صح كده؟ هو جلطات المخ غالبا لو الجلطه في وليكن مثلا في الناحيه الشمال فبتعمل شلل نصفي في الناحيه اليمين. طبعا الناحيه الشمال عندنا هي الدوميننت هيميسفير. يعني ايه دوميننت هيميسفير؟ هي فيها الحاجات المسؤوله عن الكلام، فالعيان ده ممكن كمان يصاب بمشاكل في الكلام. عيان اللي عنده جلطات في المخ برده ممكن يصاب في مشاكل في البلع.
يعني الموضوع الاصابات الحاجات اللي بتتاثر من جلطات المخ كتيره جدا، مش جاست انه حصل له شلل ومش قادر يمشي، لا في ناس عندها مشاكل في الكلام، في ناس عندها مشاكل في البلع. طب نعمل ايه بقى عشان ما يحصلش الكلام ده كله؟ احنا نعمل ايه عشان ما يجيلناش جلطات اصلا؟ نعمل ايه عشان ما يجيلناش جلطات؟ نحاول يبقى في متابعه لضغط الدم على طول، يبقى بنعمل تحاليل نشوف السيوله بتاعتنا اخبارنا ايه، سواء كانت عاليه ده خطر ممكن يعمل نزيف، ولو قليله ممكن نعمل جلطات. من غير ما يكون عندنا اعراض ما لمرض ما. بالظبط يعني المتابعه الدوريه وطبعا والبعد عن الاسترس والاكل اللي من بره والحاجات دي، از ماتش از وي كان، وناكل اكل صحي يعني. لكن ودي نعملها ازاي يا دكتور؟ يعني مساله نبعد عن الاسترس، طب نحلها ازاي دي؟ دي بقى عايزه قاعده طويله. انت عايزه علاج نفسي لوحدها؟ هو يعني بص، يعني انا مش عايزه ادخل في القصه دي لان دي هطول شرحها، بس بصوا يعني الرضا بما قسم الله طبعا. يعني هو ده الكي، المفتاح اللي احنا نتعامل بيه مع المشاكل. جميل. طيب دور العلاج الطبيعي بقى في علاج المشاكل اللي حضرتك تفضلتي بذكرها دي بيكون طيب عملي. احنا مبدئيا احنا عايزين ننوه على حاجه، جلطات المخ احنا عشان المخ يحصل له الجزء ده خلاص حصل فيه دامج يعني تلف مش شغال، فبالتالي الاورجن اللي حصل فيه الاصابه خلاص مش واصل له اي اشارات، فالحركه دي بقت ممسوحه في المخ. فايه اللي يحصل؟ طب انت هتجيبيها ازاي يا دكتوره؟ هو ده الفرق بين حد متخصص مخ واعصاب وحد بيشتغل جنرال. اول حاجه احنا عندنا مانوفرز كتير قوي بنستخدمها في العلاج الطبيعي اللي هو تخصص المخ والاعصاب. احنا عندنا مشكله كبيره بتظهر اللي هي وليكن التيبس العضلي. التيبس العضلي فيه طريقه حديثه جدا، بنعمل حاجه اسمها ايونتوفوريزيس، ده حقن عن طريق جهاز امريكي، بندخل فيه ماده بتشيل التيبس ده وما لهاش اضرار زي البوتوكس، ان البوتوكس في الاول بيريح التيبس بس بعد كده بيرجع التيبس جامد. بنعمل كورس مكثف علاج طبيعي بيبقى 6 ساعات يوميا لمدة ما تقلش عن 21 يوم قبل طبعا للزيادة، لأن كل ما زودنا ده بيبقى رصيد للمخ. طب المخ إزاي هيحفظ الحركة بالتكرار؟ كل ما احنا طولنا عدد الوقت اللي العيان بيعمل فيه علاج طبيعي غير من العيان، معظم العيانين بيقضوا الوقت ده بيجي لهم حد في البيت أصلا مش قادرين يتحركوا، يضيعوا أهم فترة بيحصل حاجة فيها اسمها النيورال بلاستيسي. يعني إيه نيورال بلاستيسي؟ يعني من كتر التدريب ومن كتر حاجة احنا بنعملها اسمها الموتور ري ليرنينج بروجرام، إعادة برمجة المخ، سواء عن طريق أجهزة، سواء عن طريق تمرين، سواء عن طريق تدريب، سواء عن طريق حاجه اسمها فاسيليتيشن، بنحاول نحفز العضله اللي هي مش شغاله. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي عن طريق الجلسه بتبقى حوالي 6 ساعات في اليوم، بنقدر نوصل انه المخ يا اما الخلايا بتعيد تنظيم نفسها من جديد، يا اما المواصلات العصبيه كفاءتها بتزيد او كميتها بتزيد، يا اما بيحصل حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، تفرعات للخليه العصبيه الاصليه، وبيبدا المخ يستقبل اشاره. كذلك من ضمن التقنيات الحديثه اللي احنا بنستخدمها مشكلة علاج صعوبة البلع، دي بتصيب بعض حالات اللي بيحصل لهم جلطات. مشكلة صعوبة البلع دي احنا بنركز على صعوبة البلع ده نتيجة لإصابة في العضلات اللي بتأثر على البلع، فبنبدأ نحفز العضلات بتاعة البلع. لو في تشنج في العضلات دي بنبدأ نعمل معاها برضو الحقن الأيوني، نفس اللي استخدمناه في تيبس العضلات بتاعة الإيد والرجل بنستخدمه هنا، بنحرك عضلات معينة، 4 عضلات معينة مع العضلات المساعدة في عملية البلع. وكذلك التنويه المهم قوي اللي انا كنت عايزه انبه عنه في الحلقه دي، لان دي غلطه بيقع فيها ناس كتير، الناس اللي عندهم صعوبه في الكلام او عدم المقدره على الكلام بيضيعوا وقت كتير جدا جدا، هم بيبداوا بالتخاطب. لا، هي العضله مش شغاله، فدكتور التخاطب يعني بيعمل كل اللي قادر عليه بس ما بيبقاش قادر يوصل لحاجه مع العيان. لا، احنا لازم نحرك العضلات المسؤوله عن الكلام الاول، ونحرك في حاجه اسمها الجاج ريفلكس، نتاكد ان هي رجعت تاني، ونعمل ونحرك عضلات اللسان بشكل كويس، ونحرك عضلات الفك، لان الكلام منظومه كبيره قوي واخده من الفك لللبس، العضلات من عضلات اللي بيغذيها العصب السابع بتاعت المخ مع عضلات الكلام مع عضلات اللسان،
كل العضلات دي بنعمل ليها كل العضلات دي بنعمل ليها تنبيه بشكل معين بأجهزة مع تمارين بشكل معين بأجهزة بتقدر توصل للعضلات الصغيرة دي عن طريق تنبيه لمجموعة العضلات الصغيرة دي، لدرجة انه في ناس قبل ما يكونوا وصلوا لدكتور التخاطب بيكونوا اصلا عندنا في الجلسات نطقوا. وده متصور بالفيديوهات. خلي بال حضرتك الدكتورة، واكيد حضرتك ادرى مني مليون مرة، حتى نفسيا الشخص اللي بيعاني من اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده محتاج دعم نفسي الى جانب كل اللي احنا بنتكلم فيه. بالظبط. ففكره ان يبقى فيه امل دي فكره رائعه، لان كان زمان اللي بيجي له جلطه يعني خلاص اتشل ويقعد في البيت. ايا كان بقى انعكاساتها عليه جسمانيا عامله ازاي حياته بتنتهي. طبعا كل ما العيان بدا بدري كل ما النتائج بتبقى اعلى واحسن، لان النيورال بلاستيسي اللي احنا شرحناها مقدره المخ على انه يعمل اتصال تاني بالاعصاب والعضلات بتبقى احسن. بنبقى تجنبنا مشكله مرضيه اسمها نيجليكشن سندروم، ان المخ يهمل العضو المصاب. بنبقى تجنبنا ان يحصل تشوهات بقى في المفاصل وتتقفل وان العيان يبقى ماشي على 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 رجله من بره وعلى القدم من بره. بنتجنب مشاكل سخيفه ممكن تحصل لو احنا ابتدينا بدري. طب اذا ابتدينا متاخر بناخد وقت اكتر، لان احنا طبعا بيضيع معانا وقت ان احنا بنصلح الديفورمتس اللي حصلت التشوهات اللي حصلت وبعدين نبدا نمشي بالشكل الصح. بس نقدر نقول بشكل عام يا دكتور ان 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 لو حد اصيب لا سمح الله بجلطه في المخ وارد انه يرجع مع العلاج المبكر والاهتمام طبعًا بالموضوع، وارد انه يرجع كما كان، ولا برضه بيكون في نسبه دامج ما بتحصل؟ والله في ناس يعني انت مش هتبقى عارف ان هم اصلا كان عندهم جلطه غير لو انت دكتور وكمان تكون متخصص مخ واعصاب، يعني سواء يعني تخصص مخ واعصاب باطنه جراحه او علاج طبيعي يكون حد متخصص مخ واعصاب. وفي ناس كل ما بدانا بدري بيبقى في ديسابيليتي اعاقه بسيطه كده، حاجه بسيطه تبقى مش باينه. كل بس هو الكي ان احنا نبدا بدري، نبدا العلاج المكثف صح في الميعاد الصح، لان الجلسات اللي هي ساعه ونص ساعه وساعه الا ربع دي يعني المخ مش ما بتجيبش نتيجه، المخ ما بيلحقش يحفظها. أوكي. فبيبقى كانه ما عملش، بيبقى كان العيان ما عملش الجلسه. فالمخ ما بيلحقش يسجلها اصلا. لاحظتي حضرتك ان في فئات عمريه معينه بتعاني اكتر من غيرها من مساله التعرض للجلطات؟ والله طبعا هو يعني كبار السن اكتر عرضه، بس ده لا يمنع ان احنا بنشوف ناس كتير شباب عندهم جلطات المخ، سواء حصل نزيف في المخ سواء حصل جلطات في المخ، يعني بنشوف في ده وبنشوف يعني في ده. بس طبعا هو اكتر في كبار السن. وعلى فكره هو الجلطات المخ من الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي ممكن كمان مش بس للشلل، ممكن تؤدي الى الوفاه. يعني جلطات المخ حاجه نخاف منها، نهتم بالفترة الأولانية في العلاج، لأنه العلماء والدراسات الحديثة قالت أنه الست شهور الأولانيين مهمين قوي، الست شهور التانيين برضو مهمين. وبعدين رجعوا قالوا لنا طب معاكوا لحد سنتين. طب والناس يا جماعة اللي عدوا سنتين، قال نيورال بلاستيسي بتبقى شغالة، أن المخ يقدر يتصل تاني بالأعصاب والعضلات بس بتبقى أقل شوية. طيب احنا برضو هنشوف، وحضرتك موجودة معانا منورانا، بنشوف شوية كده لقطات، يعني عايزين برضو نعرف من حضرتك تعليقك كده عليها ايه. ابص ده جهاز ايه بالظبط؟ ده من ضمن المشاكل اللي بتحصل في الجلطات بتاعه المخ، ان في ناس بيبقى عندهم مشاكل في الاتزان. بص ده احنا وقفنا ومشينا كويس ومش مكتفيين بكده، احنا لسه عايزين نحسن اتزانه على جهاز ده كمبيوترايزد من الاجهزه الحديثه جدا اسمه سنسا بالانس. انت متخيل ان عيان يبقى واقف، الجهاز ده على فكره بيتحرك وفي كوره في النص، العيان بيحاول يتبعها وهو على جهاز الاتزان، ويعمل حاجه اسمها رايتنج رياكشن، ويعمل حاجه اسمها اكويليبريم، ويعني والجهاز ده عمال يتحرك من تحته. متخيل يعني كعيان كان عنده شلل وقادر يوصل ان هو يعني انت كنورما لو جيت تقف عليه هتبقى محظوظ في الاول، فما بالك انه ده كان عنده جلطه ووصل للمرحله دي. انا سعيد ان احنا بنختم مع حضرتك حلقتنا النهارده ببارقه الامل دي، لان زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه، كان زمان في ازمنه سابقه كان في اصابات معينه معناها بالضرورة وبالتبعية شبه انتهاء حياة المصاب بيها. فالحمد لله ان في تطور وفي ثورات طبية بنسمع عنها كل يوم والتاني، وربنا يقدركم دايما على
معالجة الناس وعلى محاولة إعادة إحيائهم مرة تانية. حضرتك نورتينا دكتورة رانيا، نتمنى لك كل التوفيق وبشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في حلقة النهاردة. ميرسي ميرسي يا أستاذ كريم، وأكيد الشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم. يا رب تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة بالنسبة لكم بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير، إلى اللقاء.